لمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف. مساء الخير يا شيخ إبراهيم وأهلا بحضرتك. مساء النور أستاذتي العزيزة، أهلا وسهلا أستاذة أهلاً. تحياتي لحضرتك ولمشاهديك الكرام. شكرا ليك شيخ إبراهيم. ويعني في الأول قلنا شايف إزاي استهانت البعض من المواطنين بالإجراءات اللي بتتخذها الدولة لحمايتهم من فيروس كورونا؟ الحمد لله يا رب العالمين، ونصلي ونسلم على من أرسله ربه رحمة للعالمين. الله تبارك وتعالى قال في بداية سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فما تتعرض له البلاد والعباد ما هو إلا اختبار من العلي الأعلى وليس غضب من الله على العباد. وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية وأن نأخذ بالأسباب، لأن الدين أو الأديان السماوية جميعها أكدت على أن صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان. فعلى الإنسان منا أن يأخذ بالأسباب وأن يدرك أن العالم بأسره يمر بمنعطف خطير. يعني لو أننا في حرب إبادة ما تعرضنا لما تعرضنا إليه الآن. علينا أن ندرك أن السلامة والوقاية فرض عين على كل رجل، على كل امرأة. الخطاب النهاردة ما بقاش للمسلمين، بقى للأوروبيين والمسيحيين واليهود وكل حتى الملحدين. عليكم جميعا أيها الناس أن تأخذوا بالأسباب وأن نلزم البيوت، وأن هذا يعد من الحفاظ على النفس، والحفاظ على النفس مقدس وهو فرض عين على كل رجل وعلى كل امرأة وعلى كل صبي، أن يستمع إلى أهل التخصص وأن يأخذ بالنصيحة وأن يدرك أننا بصدد هذا الاختبار من الله تبارك وتعالى. فريق مننا بياخد بالأسباب في أن يصل إلى مصل أو علاج، وفريق مننا بيؤمن بأن الوقاية خير من العلاج، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. لماذا يا رسول الله؟ لكي لا ننشر الأذى بين الناس. وإذا وقع الطاعون بأرض وأنتم خارجها فلا تدخلوها. أحيي يا أستاذ ريهام وأثمن من خلال حضرتك ما قام به سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من بذل كل ما في الوسع والطاقة لنجدة إخواتنا في الإنسانية على الأراضي الإيطالية، وهي رسالة حب ورسالة حنية ورسالة توأمة بين الشعب المصري والشعب الأوروبي وكل شعوب العالم الشريف، لأن هذا هو التطبيق الحقيقي للشريعة الإسلامية. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الله قال لتعارفوا، لا لتناحروا، لا لتتقاتلوا، ولكن لكي يمد كل منا يد العون والمساعدة لبني الإنسان حتى نستطيع أن نقدم الصورة الحقيقية المثالية عن دين الله سبحانه وتعالى. طيب يعني إحنا عايزين نعرف أهمية يا شيخ إبراهيم الحفاظ على النفس، إلى أي مدى ده بيعد أحد أهم مقاصد الشريعة الإسلامية؟ عندنا مقاصد الشريعة الإسلامية أولها حفظ النفس. فالله تبارك وتعالى ألزمنا بأن نحافظ على النفس البشرية، فقال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كل من يسمعنا الآن ويتجرأ ويخرج إلى الشارع ويعمل ما من شأنه على أنه يتجمهر أو يجمع الناس، هذا حكمه حكم المنتحر، فكأنه قد مات على غير ملة الإسلام إن كان عامدا متعمدا مستخفا بكل الآراء الطبية وبكل النصائح وبكل ما تبذله الدولة المصرية بل والعالم أجمع. علينا أن ندرك أن هذا يعد قتل للنفس وأنه يمثل الانتحار. أما المحافظة على النفس فأنت حينما تحافظ على حياتك. شيخ إبراهيم الصوت مش واضح، ممكن نرجع زي ما كنا، تفضل. فأنت حينما تحافظ على حياتك فأنت بالضرورة تحافظ على إخوانك. والله تبارك وتعالى يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. سيدنا عمر بن الخطاب حين نزل الوباء قال جملة واحدة، قال أيها الناس الوباء نار، ووقود هذه النار هو أنتم أيها البشر، فاستحلفكم بالله أن تتفرقوا وأن تذهبوا إلى بيوتكم ولا تتجمعوا إلا بعد أن ينزل
الأمن والأمان ويزول الوباء. لا يباح لكائن من كان أن يخرج إلى الشارع أو أن يكسر الحظر أو أن يعمل على التجمهر، لأن ذلك أيضا من موارد التهلكة. من أهم مقاصد الشريعة الحفاظ على النفس. سمعنا أصواتا تحاول أن هي تقول أن المساجد هتتفتح. المساجد سيدة العزيزة في بيوتنا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، صدقت سيدي وحبيبي. تمام. يا رسول الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ إبراهيم رضا، شكرا جزيلا على هذا التوضيح.